هما المرأة بتاع الزوز اللي عزته. اليوم في مدرسة الدريد لأول عام، معناها هذا مركز جديد وقع أحداثه في مدينة مساكن. عملناه كان عندنا مدرسة واحدة مدرسة التحرير، سنة ولاو عندنا زوز مراكز، مركز التحرير ومركز مدرسة البريد. المركز نتاعنا وبوصف رئيس مركز الامتحان يضم 229 تلميذ من 12 مدرسة مختلفة. 229 تلميذ، الحاضرين 221، ثم 8 غيابات لاحظناها منذ اليوم الأول واليوم الثاني، 8 تلامذة ما اتصلوش بالمركز. بالنسبة لنا عندنا 221 تلميذ موجودين موزعين على 12 قاعة بمعدل تقريبا 19 تلميذ في كل قاعة، والأجواء طيبة والحمد لله، الزملاء التحقوا الكل بالحراسة بمعدل زوز معلمين في كل قاعة، الأعوان الاتصال موجودين، أعوان الكتابة، الأعوان حاطين احتياط، معناتها ما عندناش حتى مشكلة والحمد لله. اليوم الثاني هذا فرحنا أن الأمور تتم في إطار معناها نجاح تام للمناظرة هذه.